السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأكارم، نرحب بكم لنتحدث عن البيت ونحن في هذه الإطلالة على البيت، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة وأن يرفع هذه الجائحة ليبقى هذا البيت كما ألفناه وكما اعتادت أعيننا أن تراه، أن ترى صحن المطاف وهو يكتظ بالطائفين والمصلين والذاكرين والقارئين لكتاب رب العالمين، الكتاب الذي هذا مهبطه، فمهبط الوحي مكة شرفها الله. أسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يعود أمر الناس مع البيت كما ألفناه جميعا. لقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن خصيصة قدمت لها بأنها إذا ذكرت فإنما يذكر العلم الذي يميز هذا البيت ويتميز به هذا البيت، وهي خصيصة التحريم، الخصيصة التي كثر ذكرها في القرآن، فوردت في 21 سورة من سور القرآن، 11 سورة مكية وعشرة سور مدنية، وبذكر 78 مرة يتكرر في هذا العدد من السور ذكر خصيصة التحريم للبيت وللمسجد، المسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، وكذلك للحرم كله، أولم نمكن لهم حرما آمنا، إتماما لما ورد في اللقاء الماضي. أريد أن أقف مع هذه الخصيصة في هذا اللقاء مع بيان المظاهر الدالة على معنى التحريم، ولعلنا نذكر أننا قلنا أن مفهوم التحريم مآله إلى ثلاثة أمور: الأول المنعة والعزة لهذا البيت، فهي منعة قدرية جعلها الله عز وجل لهذا البيت. الأمر الثاني التعظيم والإجلال والاحترام لهذا البيت. الأمر الثالث المنع عن أمور معينة محددة أرادها الله عز وجل أن يلتزم بها الإنسان إذا أراد قصد هذا البيت للحج أو العمرة، أو أمور يلتزم بها الإنسان عندما يكون في هذا الحرم الآمن ساكنا أو مجاورا أو زائرا. فإذا هذه المعاني الثلاث التي يؤول إليها معنى التحريم. لكن ما هي مظاهر هذا التحريم، سواء فيما يتعلق بالبعد القدري، بعد المنعة والعزة، أو ما يتعلق بالبعد الشرعي وهو بعد تلك الأوامر التي يكلف بها الإنسان القاصد للبيت أو الساكن والمجاور عند البيت. أما بالنسبة للأمر الأول، مظاهر التحريم القدري، فإن نص القرآن ونص الحديث النبوي الشريف دلنا على أن من التحريم القدري لهذا البيت العتيق ما يلي: أولا أن الله سبحانه وتعالى يحرس هذا البيت ويحفظه
فلذلك هذا البيت من حرمته أن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك، هو المتكفل بذلك. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البيت فيؤمن أهله من أعظم فتنة على دين الناس وهو المسيح الدجال، فإنه لا يدخل مكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشارك مكة في هذه في هذا الحفظ المدينة النبوية، فإن الدجال لا يدخلهما. أيضا من معاني التحريم القدري لمكة شرفها الله أن الطاعون لا يدخلها، وهو نوع من أنواع الوباء، ونوع مرض وبائي معين محدد عبارة عن تلك الدمامل التي تخرج من تحت إبط من أصيب بهذا المرض، وفي الغالب أنها تفتك به. فذاك الوباء الذي هو الطاعون فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل مكة، وأيضا يشارك مكة في هذه وفي هذا الأمر المدينة النبوية. أيضا من معاني التحريم القدري أن ماء زمزم لا يجف ولا يذم، فإذا يبقى هذا الماء المبارك، هذا الماء الذي هو طعام طعم وشفاء من السقم، فإن من التحريم القدري أن يبقى هذا الماء. أيضا من التحريم القدري أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا البيت من أن تنسى الأسماء لهذا البيت، الاسم الرئيس له، ولذلك نجد في الجاهلية ومع مكر إبليس بالناس إلا أنه بقي الكعبة اسمها الكعبة، والبيت اسمه البيت، والحرم اسمه الحرم. فإذا هذا المعنى العظيم الذي بقي عند الناس حتى أيام الجاهلية هو من التحريم القدري. ومن التحريم القدري أن الله عز وجل حفظ بيته أن يكون وثنا يعبد. ففي وسط الجاهلية كان الناس يعبدون الأصنام وهي من الأحجار، والبيت من الأحجار، فسجدوا للأصنام وما سجدوا لأحجار البيت، حفظا من الله لهذا المعهد الأول لعبادة الله على ظهر الأرض حفظه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من الحفظ القدري. أيضا من حفظ الحفظ القدري في التحريم أن الوفود إلى هذا البيت سيبقى ولا ينقطع هذا الوفد إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها ضمانة في أمته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. إذن هذه المعاني العظيمة في التحريم القدري الذي جعل لهذا البيت المحرم ما أحوجنا أن نتفطن لها، وأن تكون محل التدبر والتأمل والتفكر، لأنها مما يزيد الإيمان ومما يوجد في القلب الطمأنينة والثقة في وعد الله عز وجل، ويزيدنا إيمانا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نطق به، وبصدق هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب الأرباب أنزله على خاتم الأنبياء والرسل. فإننا نجد التحريم في كتاب الله، ونجد تلك المعاني للتحريم القدري في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معان عظيمة، فإن الوقوف معها يملأ القلب ثقة، ويملأ القلب اشتياقا نحو هذا البيت، ورغبة صادقة في الوفود إلى هذا البيت للحج والعمرة. أسأل الله أن يرفع الوباء والجائحة، وأن ييسر الطريق لكل راغب صادق نحو هذا البيت. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.